تفاقم التدخين مضاعفات فيروس كورونا في الجسم؟ خبراء عالميون أكدوا أن الأشخاص المدخنين أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا كوفيد-19. باحثون في جامعة كاليفورنيا الأمريكية قالوا إن مع المدخنين تزيد احتمالية الإصابة بالفيروس المستجد، سواء تعلق الأمر بتدخين السجائر العادية أو الإلكترونية. وأكدوا أن التدخين يزيد خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي عند من انتقلت إليهم عدوى كورونا. بعض الخبراء رجحوا أن يكون التدخين هو الذي جعل الرجال في الصين أكثر إصابة بفيروس كورونا مقارنة بالنساء، لا سيما أن الذكور يشكلون أغلب المدخنين في البلد الأسيوي. المراكز البحثية للمدخنين في الصين أكدت أنهم أكثر عرضة بواقع 19 مرة مقارنة بالأشخاص الذين لم يسبق لهم أن دخنوا. طبعا ربنا يستر، وده خطر كبير جدا بيهدد المدخنين في الوقت الصعب ده، ان المدخنين 19 مرة او 19 ضعف عرضة للإصابة من الناس العادية غير مدخنين بأمراض الالتهاب الرئوي وخصوصا بفيروس كورونا. فأعتقد ده رقم لازم ينبهنا وينبه ناس كتير جدا.